أو مقطوعة موسيقية بإطار اجتماعي ألفت السنة الماضي لدى اشتراكي في مهرجان الموسيقى الكلاسيكية في تركيا في اسطنبول. ألفت للسماعي خصيصا لذكرى موسيقي عظيم جدا اللي هو جميل الطنبوري. السماعي عبارة عن أربع أقسام، والقسم الأخير هو القسم الوحيد الذي يتغير فيه مفهوم الإيقاع، أما باقي الأقسام فهي ذات وتيرة واحدة في الإيقاع. سنعزف هذا السماعي على العود والكونترباس من دون إيقاع. إذا ما عجبكم نرجع نقوله مع الإيقاع.
Thank you.